يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على من أصيب في يده ثم لف عليها ضمادا طبيا أن يمسح عليها في الوضوء، وماذا يجب عليه في الصلوات التي صلاها بدون مسح؟ نعم، إذا كان على يده ضماد على جرح أو كسر فإنه يمسح عليه عند الوضوء ويكفي عن غسل ما تحته. وإذا غسل اليد ومر الماء على الضماد هذا يكفي عن المسح، إذا مر بنية غسل ما تحته هذا يكفي عن المسح. نعم.